ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم عن طرق نتعامل مع الطفل البطيء، بعض النقاط كده اللي هتساعد ابنك ان هو يتعلم مهارة الانضباط وقيمة الوقت، يتعلم مهارة الانضباط وقيمة الوقت. اول حاجه، بلاش تجعل بطء ابنك يثير انفعالك، بلاش تتعصبي على الفاضي، لان انت محتاجه برضو طاقتك، تمام؟ وان انفعالك ده هيخلي الموضوع يزداد سوء، يعني لما تزعقي له او تتعصبي على ابنك او بنتك وهو بيعمل الحاجه ببطء كده، الموضوع هيزيد سوء ومش هيبقى سريع، تمام؟ انت محتاجه طاقتك عشان تساعدك ان انت تتعاملي مع الطفل بالراحه، تمام؟ يبقى اول حاجه بلاش نتعصب وننفعل. تاني حاجه، علم طفلك الاولويه. هعلم ابني الاولويه، يعني علمه لو في اختيار بين امرين لازم يختار اهمهم، يختار اهمهم. بمعنى مثال، لو الاولويه بين صحته واللعب، لا يختار صحته، ان ده دلوقتي وقت الاكل فلازم يقوم ياكل عشان صحته اهم من اللعب، دي اسمها الاولويه. فهنعلم اولادنا الاولويه بالطريقه دي، تمام؟ علميه كمان الاولويه انه ما ينفعش مثلا ياجل واجب المدرسه عشان ينزل يلعب او عشان يروح التدريب، الواجب ده الاهم عشان خاطر يبقى حاجه كويسه لما يكبر، تمام؟ كمان علميه ان امنه وامانه اولويه قبل اللعب وقبل الخروج وقبل الفسح، ان الاولويه انه يرجع البيت ويرتاح ويهدى ويكون مطمن، مش انه يقعد يلعب مع اصحابه، تمام؟ ده تعليم الاولويه. يبقى اول حاجه بلاش نتعصب عشان احنا محتاجين طاقتنا. تاني حاجه، هنعلم اولادنا الاولويه، الحاجه ان لو في اختيار بين امرين هيختار الامر الاهم بالنسبه له. رقم 3، علم ابنك الوقت. هنصمم معاه مفكره او قائمه اعمال، هنجيب زي حاجه كده هيكتب فيها النهارده انا مثلا هتغدى الساعه 3، وحتى ممكن برسم، يعني لو هو بيحب الرسم نرسم له طبق، كوبايه، وقت الغدا مثلا، هنذاكر نرسم له مثلا كتاب، قلم، كراسه كده، تمام؟ دي اسمها مفكره بالاعمال. هيبدا نكتب له كل ساعه هيعمل فيها ايه. الروتين ده، روتين المهام اليوميه بالمواعيد بتاعتها، زي مثلا اتفقنا الساعه 3 العصر هنتغدى، الساعه مثلا 4 هنحل الواجب، الساعه 5 هنلعب كده. الروتين ده لو الطفل مشي عليه بشكل مستمر هيهدي الدنيا خالص، والحاجه مكتوبه قدامه زي جدول كده، تمام؟ رقم 4، خلي ليه مهمه مرتبطه بكل روتين. يعني ايه مهمه مرتبطه بكل روتين؟ يعني الصبح لما هيصحى يلبس لبسه، خليه يبقى ليه مهمة هيعملها عشان ينجز في ان هو يلبس. خليه مثلا هو اللي هيحضر السندوتشات، فخليه هيلبس بسرعة عشان يلحق يحضر السندوتشات. يبقى خلي فيه مهمة مرتبطة بالروتين ده عشان ينجز الحاجة اللي هيعملها. زي ما اتفقنا الصبح مثلا هيصحى من النوم هيلبس بسرعة عشان يلحق يحضر السندوتشات، او الصبح مثلا هيبقى هو اللي هيرتب شنطته، تمام؟ يبقى خلي فيه مهمة مرتبطة بالروتين ده عشان ينجز الحاجة اللي بيعملها عشان يلحق يعمل المهمة بتاعته، تمام؟ كمان رقم 5، بلاش بقى نكرر عبارات قوم اغسل اسنانك، يا ابني قوم اغسل وشك، يا ابني قوم البس، يا ابني البس التيشيرت، يا ابني البس البنطلون. خلي ما تكرريش الحاجات دي، امال نعمل ايه؟ اساليه، ها هو لبس التيشيرت، بعد ما هتلبس التيشيرت هتعمل ايه؟ كده ده هيخليه، السؤال ده هيخليه يركز انه ليه اجابه. لكن لما بتكرري الحاجات 8 مرات ومستني المره التاسعه عشان يبدا يعملها، لكن لما تساليه السؤال هيحتاج اجابه، وبالتالي لما يحتاج اجابه هيخليه يفكر ويركز فيبدا يعمل الحاجه، تمام؟ يبقى بلاش نكرر عبارات قوم اغسل اسنانك، قوم البس القميص، قوم البس البنطلون، امال هنعمل ايه؟ هنساله بعد ما لبست القميص مثلا، ها هنعمل ايه بعدها؟ غسل اسنانه، بعد ما غسل اسنانه هتعمل ايه دلوقتي؟ كده السؤال هيخليه يفكر ويركز ايه الخطوه اللي بعد كده. كمان اديله وقت يستعد عشان يعمل المهمة. يعني لو مثلا هو الشخص العادي بياخد ربع ساعة، خليها هو ليه نص ساعة، طالما الربع ساعة مش كافية ليه، تمام؟ يبقى خلي الوقت بتاعه زيادة شوية عن وقت اي حد تاني. يعني لو الحاجة بتتعمل في ربع ساعة، خليها ليه هو نص ساعة، تمام؟ كمان بلاش تديله امرين، يعني امر بمهمتين في نفس الوقت، مش هيعرف يعمل الحاجتين في نفس الوقت. خلي كل مهمه مستقله، يعني هيرتب لبسه خلاص، بعد ما يخلص ترتيب لبسه قولي له مثلا يلا نرتب الكتب، تمام؟ يبقى بلاش تديله مهمتين في نفس الوقت، تمام؟ خليهم منفصلين. كمان بلاش تقولي له بقى كلام يا سلحفه، يا بطه، يا بطيء، ده انت سلوكك ده خانقني، ده انت ممل،
تمام، لان الكلام ده هيخليه يتضايق اكتر وهيخليه يفضل مصمم ان هو يبقى بطيء في الحاجه. تمام. كمان من ضمن الحاجات اللي هنعملها مع الطفل البطيء، خليه اخبريه يعني عرفيه مشاعرك، عرفيه ان هو التاخير بتاعه ده بيأخره عن حاجات كتير جدا وبيوتر لك يومه وبيوترك انت وانت رايحه شغلك وبيوتره هو رايح المدرسه، وان لما انت بتزعقي او بتنفعلي والمشكله اللي بتحصل دي بسبب كل ده، بس عرفيه الحاجه دي عشان يتعاطف معاكي من غير توبيخ، من غير ما تقولي له ما انت بطئك ده اللي عمل المشكله، ما انت بطه، ما انت سلحفه، الكلام ده لا. خليه يعني خدي استعطافه ان هو يساعدك، مش ان انت تبقي بتوبخيه على المشكله اللي عنده. تمام. اخر حاجه بقى، انت القدوه، الاب والام القدوه دايما. لو انت بتعمل كل حاجتك ببطء وبتسيب الحاجه من النهارده، الحاجه اللي المفروض تعملها النهارده بتسيبها لبكره والاخر الاسبوع والاخر الشهر، طبيعي ان ابنك هيقلدك. تمام. فحاول ان انت تكون بتنجز حاجتك عشان ابنك يقلدك في ان هو ينجز حاجته. تمام. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.